حب الناس تحب روح للناس يا حب الحب مالينا غيره والله مالينا غيره. في أي حتة هتروحها في مصر أكيد هتتعزم على كوباية شاي، ومن هنا جت فكرة Tea for Humanity مع نورشاك على CairoScene. هنقعد مع فنانين عندهم رسالة حقيقية عايزين يوصلوها لنا عن الإنسانية والبيئة. الشاي النهاردة مع اللي بجد مشرفانا في كل حتة، ناردين فرج. ازاي تشرحي لطفل عنده 5 سنين في 3 كلمات ان البلاستيك مضر للبيئه؟ او ماي جاد، ما تهزريش، دي حاجه وحشه هتبوظ المكان اللي احنا قاعدين فيه ولازم نساعد. لو كائنات فضائيه نزلت على الارض هتشرحي لهم وضعنا ازاي؟ لا هبص لهم بس، يعني هفضل ابص لهم يحاولوا يفهموا كده من نظره العينين احنا ايه وبنعمل ايه؟ ساعدونا، تعالوا الحقونا. طيب لو هتخترعي وزاره جديده هتكون ايه وايه شخص مشهور هتعيني وزير ليها؟ تعالى اطلع بره. لذيذ، تعالى معايا، تعالى اقعد معايا. لو حبيت تعمل وزاره هتختار مين؟ تعالى الحقني بليز. لازم يبقى في وزاره للاعلام. هند صبري از ا فيري فيري انترستنج بيرسون تو توك تو. منى زكي فاهمه كويس قوي في حاجات كتير كتير كتير. لو انت تبقي كائن تاني غير البني ادم تختاري تبقي ايه؟ انا عايزه كائن يعني فاهمه بيسفل جدا، مش عايز يخش في مشاكل ويخش في صراعات مع الكائنات الاخرى. عصفوره مثلا طاير كده هو عايش عشان فرحان. ايه حاجه حلوه او طيبه ممكن تعمليها لحد النهارده في ظل الاجواء اللي احنا عايشينها دي؟ يعني ان انا بس اقول له اتس اوكي، ات ويل باس، everything is gonna be fine. بتحبي تعيشي للابد؟ لا اكيد في حاجه تانية، يعني اكيد في حاجه تانية احلى. طيب ايه حاجه كان نفسك تتعلميها في المدرسه عن الحياه؟ انها صعبه. انت عارفه انا بقعد اقول لنفسي ايه؟ يعني دايما بنقعد نقول امتى بقى اخلص المدرسه واكمل حياتي بقى، انا عايز اخلص من الهم ده. طب انا دلوقتي كنت بقى عايز ارجع تاني، ممكن ارجع تاني، انا عايز اروح المدرسه بس. لو عندك سفينه نوح ايه 3 كائنات ممكن تنقذهم؟ يعني اصل انا لو قلت لك مثلا هاخد الزرافه والفيل وهاخد الفرخه، طب والباقي يعمل ايه؟ طب والحمار الغلبان يعمل ايه؟ يعني لو عندك مصباح سحري ممكن يحل لك مشكله انسانيه او بيئيه؟ بيئيه اكيد جلوبال وورمنج، يعني كلنا عايشين المشاكل اللي بتحصل في جلوبال وورمنج وكلنا بنتاثر بيها، يعني من تغيير الجو للمطر للفيضانات للمش عارف ايه. عايزاكي تفكري في اغنيه بتعبر عن الانسانيه دلوقتي. حب الناس تحب روح للناس يا حب الحب مالينا غيره والله مالينا غيره. فطبعا مش عارفاها طبعا. يعني مش معقولة التشيزي ناس اللي حصلت دلوقتي. Thank you so much. It's really really fun.